اتفضل يا حبيبي. تسلم يا زينة. بسم الله. يا سلام، بن جميل يا صدقت يا غالي، كل كلمة قلتها لك يا عمتي عملتها، والمال رجع لأصله وأصل الأرض اللي سبع جد عبد الجواد، والفلوس اللي ما دخلهاش قرش حرام، والباقي مالوش عايزاه. آه يا مروان، ريحت قلبي، طمنتني على بكرة وعلى العيال. أنا عارفة إنك تعبان وقلبك واجعك على شبرية ورمية كريمة في السجن شغلة بالك، بس اسمع مني، مفيش حاجة ما بيتدفعش تمنها يا مروان، الكبيرة والصغيرة، واللي بيدفع اللي عليه أول بأول بيرتاح، بدل ما يبقى شايل الحمل تقيل على كتفه مش عارف هيعمل فيه إيه. شاهدتي كلمتني بتقول إن ماما عندها جلسة. طب وجبرية؟ ما هي المشكلة في جبرية، اعترفت إن هي اللي قتلت، بس شاهد بتقول إن هي هتحاول تطلعها من السجن. بقولك يا مروان، نعم، ما تيجي نتمشى شوية؟ طبعا، اتفضلي. يلا بينا. عن إذنك يا عمتي، اتفضل. هبابة ورجع لك يا عمتي. يا رب استرها معانا يا رب. لما مروان قال لي الكلام ده حسيت اني ارتحت، قلت له انا معاك حتى لو فيها موتي. بعد الشر عليك. الشر اننا كنا نفضل زي ما احنا، الشر اننا خلطنا الحلال بالحرام يا ريتال. حسن، انا عايزاك تبقى جنب مروان وما تسيبهوش، وتبقى في ظهره وتحسسه ان انت معاه. بتضحك على ايه؟ لما بسمع منك الكلام ده بحس اني بحلم. تصدق انك غلس بجد؟ أزل معاكي، اخبار الواد ايه؟ انت بتسال يعني كويسه؟ انا ما بسالش عشان عارف انه تعب حمل. ايه يعني تعب حمل؟ ما انا عايزاك تسال عليا كل شويه. انت غريبه قوي، اول مره تحبل اياه. اول مره. عايزاك تدلعني يا اخي، في ايه؟ حاضر، العندي قبل العندي. وبعدين كنت بخبي الروايه جوه كتاب المدرسه عشان اعرف اقراها وماما ما تاخدش بالها. نشهد الحيله دي. في الاول ماما كانت مبسوطه، كل ما بتدخل تلاقي زينب ماسكه الكتاب وبتذاكر. بعد كده كريمه اخذت بالها ان انا ماسكه طول الوقت نفس الكتاب ما بغيروش، راحت داخله عليا فجاه واخدت مني الكتاب، لقت جواها الروايه. كانت روايه ايه يا زينب؟ حلم ليله صيف. يا سلام، ويليام شكسبير. أنا بحب الرواية دي قوي. أهو مروان طول عمره كده، واجع دماغنا شعري وروايات. أنتوا عارفين أنا كنت مسميها زينب إيه وهي صغيرة؟ إيه؟ العسكري. في عسكري حلو كده؟ كانت وهي صغيرة على طول مكشرة كده. ويا سلام بقى لو جبت قلم روج ولا علبة مكياج، كانت بتقلبها لي مناحة وتقعد تقول لي إن أنا مش هفلح خالص، أديني فلحت يا أختي. أنا ما صدق شيء. كلام زينب طول عمرها شهد مكرر. نجيب ليمون ولا ايه؟ سيبك منهم يا زينب، تعالي. ايه ده؟ وراهم. قلبي كان بيقول لي اني هشوفكم النهارده. وحشتيني ياما. انت كمان يا حسن، وحشتك قوي قوي يا حبيبي. طول عمرك ياما تحبي اكتر مني. ايوه هنكدب اهو. طب امك بلسانها قالت انك البكري، وانك في حته كده في قلبها محدش يقدر يوصل لها غيرك. انتوا الاثنين في قلبي. مروان اللي بالك من اخوك، وحد يأذيه ولا يقرب له؟ حد يقدر يما؟ ده ناكله بسناني. ربنا يخليكم لبعض. بقول لك ايه يا مروان، انت وحسن خلوا بالكم يا حبايبي، اللي في قلبه نار بتحرقه قبل ما تحرق اللي حواليه. اللي عاوز يكسب محبة الناس يمد لهم يده ويفتح قلبه ويشوف اللي قدامه ماله وجعه ايه. والكلمة الطيبة صدقة. رتال دي والله ست بنية راجل، بس لو حبتك يا سلام تديك عينيها وتحبك لآخر يوم في عمرها.
وزينب كمان يا مروان ما فيش زيها ابدا. انت لو دخلت صح قلبها هتشوفها انا الدنيا، هتشوفها انا الدنيا كله. تعبانه؟ لا يا حبيبي اشوفكم واتعب لا، بس افتكروا كلامي اوعوا تفرقوا بعض، سامعين؟ أنا زعلانة واخدة على خاطري قوي يا جبريل. ليه بس يا كريم؟ يعني العيال يجوا يطلوا عليك وما يفكروش يسألوا عني؟ طب اسمع اللي هقوله لك. اسمع ايه بس؟ وزعلانة منك أكتر. كان المفروض تقولوا لهم اسألوا على مرات عموكم، مش هما برضه جواز بناتي؟ وبعدين حسن ده أنا ما بعتبرهوش جوز بنتي، أنا بعتبره ابني اللي ما خلفتهوش، ومروان أبو حفيدي. اسمع اللي هقوله لك. مش عايزة أسمع حاجة، سيبيني في حالي. طب تعالي 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 اقعدي. جيت عايزة ايه؟ أنا حاسة إن يومي جرب. إيه؟ حاسة إن يومي جرب. ده أنت هتقعدي جنبي لغاية لما تخليلي، هتعششي كده أهو. أمال أنا يعني هتخانق مع مين؟ وهجر شكل مين؟ آه أنا ما ينفعش أعيش من غير ما أجر شكلي وأجر شكلك، يمكن أنا اللي هيجرى لي حاجة. بعد الشر عليكي. طب أقول لك حاجة بقى، وأنت نايمة ببقى عايزة أصحيكي عشان أخنقك وأمسكك من زمارة رقبتك، وأول ما بتصحي أفطر أنا وأنت وأشرب القهوة وأنسى إن أنا كنت عايزة أعمل كده. أقول لك على حاجة، أنت بقيتي تنسي وأنا ما عايزاش أقول لك. إيه؟ بقول لك إيه يا كريمة؟ قولي. سامحيني، أنا عاوزة أموت وأنا مرتاحة. مش هسامحك يا جبرية، عشان روحك تفضل متعلقة في الدنيا كده وقافشة فيها. أمال إيه؟ أسامحك عشان تفيصي مني؟ وماله؟ عشان أنت تقعدي في الدنيا دي بدالي، تلمي عيالنا حواليكي وتخليهم يتعلموا ويقفوا كتف بكتف. هم عيالك يا اختي بيسمعوا كلام حد غيري؟ طب اقول لك على سر، مره كان بيقول لي يما كريمه، ومره قال لي يما جبريه، قال لي ما تزعليش. قلت له معلش يا حبيبي. قال لي اصلا انا اتوحشت امي قوي ونفسي تسامحني وترضى عني. حبيبي عارفه كان طول عمره حنين. يا خوفي يا جبرية، لحسن أموت قبل منك وانت تقعدي وتكوشي كل حاجة في حجرك.